Hey, Christopher, see you soon, man. Hey, man, see you soon. He's right there. لعمر هذا راه السيد والله الا لعمر هذا لعمر هذا الصراحه نبقى نقولها I'm gonna keep saying it the rest of my life لعمر هذا راه السيد مسكين يا بسم الله دابا نشدوا الطريق ان شاء الله بحول الله نمشيو نجيبوا ديك التويشيه وغادي نوريكم شنو هي يا بسم الله شنو كيقول لي يا كريستوفر هنا غنمشي نشوف شنو قال I'm coming شنو تيقول لي يا كريستوفر I can't hear you man Seriously? Yeah. Oh, okay shit I forgot it Thank you man Yep قال لي نسيتي الكراج قال لي الكراج خليتيه قال لي راك نسيتي الكراج المسخوط وانا غادي خليت الكراج بدا وغادي بحال الله يلا خلينا الكراج الله يلا خلينا الكراج محلول احنا مزيانين دابا دابا نشدو الطريق ان شاء الله بحول الله يا ربي السلامة يلا بسم الله الخوص ان شاء الله بحول الله غنمشيو نجيبو ديك البياسة اللي هي شي حاجة ما مهم ما غاديش تعجبكم نتوما غير انايا انا حمق على ديك البياسة شحال هذيك انت نتسنى كنت ثانك يو مان ابريشيت ذات ثانك يو كريستوفر خدام معايا هذا السيد هذا خدام معايا هو خدا بلاصتي انا كنت تندير الميتننس هو ياخذ بلاصتي وانا انا عطاوني بلاصه اخرى عاوتاني بلاصه احسن كنت تندير الميتننس ودابا وليت تندير الجديد رينوفيشن وهو كان جراوند سكيبر دابا ولا تيدير الميتننس وانا وليت تندير هذاك رينوفيشن داكشي مزيان المهم ما نعرف واش تفهموا ولا لا مهم داير سميتو داير لادريس بحال كاين شويه ديال البرد داير لادريس ديال هذا السيد هذا اللي غيبيع عليا التويشيه هذه قال لك من هنا واحد 13 دقيقه غنوصل عنده سمحوا لي بزاف هاد التعزيع وكذا راه غير تنصور غير بالتليفون اخوتي راه ربي اللي غالب ها هي الكاميرا ديالي ها هي شفتوها ها هي غادي بالكاميرا ديالي ها هي غادي تكونوا عارفين شنو غادي نشري من وريتكم دابا الكاميرا غادي تكونوا عارفين شنو غنشري مهم خاصني ضروري نمشي ضروري خاصني نمشي للبنك ديالي هي اول حاجه باش نجيب شويه ديال الفلوس وعندي واحد الشاك خاصني نصرفو بس عندي واحد الشاك انا نتمنى نكون جبتو عندي واحد الشاك خاصني نمشي للبنك ديالي ضروري خاصني نصرف هذا الشاك هذا فيه 630 دولار نشوف واش جبتو ولا لا يا ربي نكون جبتو او هاد الشاك فيه 630 دولار خصني نمشي نصرف هاد الشاك هو اول حاجه خصني نمشي نصرفو اوه ها الجو برو لقيتها تلفات ليا هاد الجو برو هادي كنت نبغي نصور بها بالموتور شحال هادي مين كان الموتور خدام وما عرفتش فين حطيتها حتى دابا مين بغيت نحط الشاك هنايا في الطوموبيل وانا نلقاه فين غندور دابا واش فين غنمشي خوت وصلنا للبنكه ديالي اللي هي هذيك بلاتي نزربوا عليها Turn right onto Bridal Pass Drive انا داير دابا لادريس ديال هذاك السيد اللي غنمشي لعندو داكشي علاش تتقول لي هاد الختنا هادي تتقول لي راك غادي في الخسرانه حمادي تتقول لي راك داك لادريس اللي غادي فيه راه ماشي هو انا راه جاي غير للبنك باش ناخذ شويه ديال باش بلاتي ها هو البنك هنايا باش ناخذو سميتو ناخذو شويه ديال الكاش ونحط هذا الشيك هذا انا هو بسطام شوفوا بسطام هو اول حاجه كارت بيشي راه كاري في الخسران حماد اوكي مود باس ما شفتوش مود باس ديالي عندك وتشوف would you like a receipt no
withdraw, deposit, cash, and then a check. And the check in. فينا المصيبة. اوكي راح نشوفه يا جماعة. اوكي confirm. المصيبة هذي مشات $630 دخلت. شنو غنديرو دابا؟ Thank you for your visit. لا مازال انا باغي شويه ديال الكاش. راه مازال ما ساليتش. مازال دابا خصني نجيبو الكاش. معذب والله حتى معذب اخوت. موت باس. Would you like a receipt? No. نديرو withdraw. نديرو checking. بغيت قده وقده ديال الفلوس. المهم عرفتي يدي عيات والله حتى يدي عيات بالله اللعاقة. المهم باش نمشيو نشريو داك اللعيبة. اوكي اتس اول سيت دابا نتحركوا ان شاء الله بحول الله. المهم الخوت بقات لي واحد 3 دقائق ان شاء الله بحول الله غنا نوصل عند هاد السيد هذا. 3 ديال الدقائق خوت كيما تيبان لكم القضية وصلت عند هاد خونا هذا. داكشي علاش غادي نحاول نقطع هاد الفيديو هذا وغادي نحاول نصيفط له ميساج نحاول نقول له راني هنايا ونشوف شنو غادي يقول. حيت قال لي هي 7 درت معاه 7 غادي نتلاقاو هنايا هي 7 هي هادي. المهم دابا غنقطع الفيديو الخوت وغادي نتصل به. خوتي خواتاتي في هاد الظلام هادي ومازال ما تيبان لكم حتى شي حاجة. تقدينا داكشي الحمد لله كلشي داز على ما يرام الحمد لله. غنرجع دابا للدار غنمشي نشوف كريستوفر واش سال الخدمه ديالو ولا مازال ومن بعد غادي نوريكم شنو شريت. صراحه اي فلوجر كيتمنى بحال هادي. المهم انا يا اخوتي ما نعرف صراحه فرحان انا بهذا الشيء والله الا فرحان به. المهم نتلاقاو في الدار اخوتي باش انا الصراحه من هنا واحد 15 دقيقه غنكون في الدار. يلا نتلاقاو في الدار خوتي خواتاتي. اول حاجه شنو هاد لانطير هذا عاوتاني المهم الخوت ان شاء الله بحول الله غادي نحاول نتريني شي شويه. من ضروري خصني ما نضيعش الوقت ديالي زعما ضروري خصني نخشي العصار في النهار باش ما يضيعش ليا النهار بلا العصار. ضروري جيت لهنايا نتريني واحد 45 دقيقه وان شاء الله بحول الله نكملوا الفلوق ديالنا. المهم اليوم عندي البيك تشيست داي غادي نحاول نقتلو ونمشيو ان شاء الله بحول الله نكملوا الفلوق ديالنا. يلا بيس ليكم. خوت شنو دابا شنو كنخدم؟ كنخدم لي مولي. لي مولي ما عرف علاش ما تيبغيوش يطلعوا ليا كاع. تنعيا معاهم تنعطيهم العصا والو ما تيبغيوش يطلعوا. داكشي علاش اي حاجه. المهم تنخترينيهم جوج مرات في السيمانه بعض المرات 3 مرات في السيمانه بعض المرات مره في السيمانه ونتمنى ونشوفوا واش غيطلعوا هاد لي مولي ولا لا. حيت هادشي واقيلا جينيتيك ما عرف خوتي كاملين ما عندهمش لي مولي. المهم اخوت دابا واقيلا ساليت الخدمه غادي نحاول دابا ندخل التشيست ندخل البيك معرفة صدر. Whoa, we got in this world when it spins, when it swirls, when it whirls, when it twirls. Two little beautiful girls, up and bustled in the days. I know it's confusing you. Daddy's always on the move, mama's always on the new. I try to keep it. Oof. المهم كنت جيت على 45 دقيقه صدقت ساعه دابا. المهم قربت نسالي اخوت بقى لي شنو بقى لي دابا غير لي زاردو. لي زاردو غادي نخدم 100 سيري 100 وغادي نمشيو بحالنا للدار. المهم اخوت نتمنى يكون نهاركم دايز مزيان. انا الحمد لله النهار ديالي دايز بخير عرفتي 5 5 جينا لاصال ترينينا شويه عرقنا شويه
خدمنا شويه الميسكل نشوف حنا الدار نقصيو مزيان ونكملوا البلوك ديالنا. الله عم سيد درت واحد التدويشه يا سلام شي حاجه مت ديال بصح. المهم اخوتي اخواتاتي غادي نساليو هذا الفيديو هذا ولكن غادي نوريكم شنو تقديت اليوم ان شاء الله بحول الله. كما عارفين بالله انا دابا تنصور غير بالتليفون، عندي واحد الكاميرا عرفتي من تنكون تنبلوغ بها بحال هكايا تتشد ليا غينيفي بحال هكايا تتشد ليا غينيفي وعينيا وصافي هادشي اللي كاين. قلت علاش لا ما ناخذش ليها شي لانس اللي تكون وايد انجل وتكون مزيانه ونقدر نشد زعما الديكور الا كنت نبلوكي بها هكايا نقدر نشد الديكور اللي مورايا وتشوفوا الديكور اللي مورايا وتشوفوني انا كامل. داكشي علاش بقيت كنجمع شويه الفلوس غادي يقولوا لي بعض الناس ناصر انت تخدم في الانترنت كيفاش ما قدرتيش تشريها شحال هذه. هنا كاين واحد السيستم في امريكا تيقولوا لها الباجيت، راه الا ما كانش عندك هنا الباجيت في امريكان غادي غدا تلقى راسك ناعس في الزنقه. الباجيت هي تتشوف واحد المصروف اللي تقدر تصرفه كل شهر باش تقدر تعيش في هاد البلاد هادي. انا كان الباجيت ديالي محدد ما فيهش اللانس ما فيه حتى شي حاجه ديال الكاميرا. حاولت بقى ناخذ شويه ديال الفلوس من داكشي اللي كنشيط ونحطو جانبا شويه الفلوس ونحطو جانبا حتى جمعت واحد البركه وشريت اللانس. المهم غادي نوريكم الكاميرا اللي عندي وفيها هذيك اللانس اللي كبيره دايره بحال المهراز كانت تصور ليا غيني فيها انا نتوما تشوفوا. ومن بعد خدينا ان شاء الله الحمد لله خدينا هذه اللي هي عرفتي تتصورني كامل دابا تاع تشدني بحال هكا بحال التليفون من تنكون تنفلوغي غادي تشوفوني كامل بحال هكا تشوفوني كامل. المهم غادي نوريكم الكاميرا اللي عندي هنايا وان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا نديروا هذه اللانس هذه غادي نحاولوا نديروا ان شاء الله بحول الله تيست الفيديو لتشوفوا كيفاش الزاويه ديال هذا اللانس هذه غنشوفوا الفيديو ديال غدا ان شاء الله بحول الله. المهم كليكوا على زر لايك وكليكوا على سبسكرايب ولا ابوني ولا اشتراك باش تنضموا للعائله وهذاك زر الجرس اخوتي راه ضروري تكليكيو عليه الا بغيتوا بقات يوصلكم الاشعارات ولا بحال قلتي نوتيفيكيشن بالله راه ناصر ايس فلوجز دار فيديو جديد. هذاك الجرس راه ضروري. هذه هي الكاميرا اللي عندي اللي تشوفوا، هذه كاميرا ديال الفلوغين الناس اللي بداو بها النيت الفلوغين كما تشوفوا هي هذه ها هي زوونه كما تشوفوا. هذه هي اللي قلت لكم هذا اللانس هذا ماشي ديال الفلوغين داير بحال المهراز غير ديال الزوم من تنكون انا تنفلوغي بحال هكايا كما لا اله الا الله محمد رسول الله من تنكون تنفلوغي بحال هكايا خوتي تيبان ليا غينيفي وغادي تديروا ليا ديسلايك. انا داكشي علاش فكرت باش ندير شي حاجه اللي هي مزيانه باش ما ديروش ليا ديسلايك. حاولت باش نجيب هاد اللانس هادي اللي هي وايد انجل كما تشوفوا دابا هادي هاد المهراز هذا ما عندي ما ندير به هاد المهراز غير ديال الزوم ما عندي ما ندير بالزوم. غادي نحاول نشوفوا هاد القضيه هادي اللي خدينا هي راه الصراحه عرفتي شحال تدير انتم تشوفوا الثمن ديالها هنايا هذا هو الثمن ديال هاد اللانس هادي. اي واحد الصراحه اي واحد تيدير الفلوغين ولا شي حاجه وعنده كاميرا كانون تيحلم تكون عنده هذه. الناس اللي عندهم زعما الناس اللي باستطاعتهم راه كيشريوها والناس اللي ما عندهمش بحالي راه كاين ديما كان عندهم داك الحلم يكون تكون عندهم بحال هذه. غادي نحاول ناخذ نحيدوها من هنا ما تحشميناش راه الفيديو خدام ما تحشميناش الله يرضي عليك هي عرفتي دابا لا نديرو هاد الكاميرا هكايا باش نشعلو الكاميرا. يا سلام عرفتي تنبان كلي دابا شحال هادي كيبان غيني في بحال هكايا تيبانني في بحال هكايا بحال كنصور لكم. السلام عليكم بخير اخوتي مرحبا بكم في فلوج جديد. دابا عرفتي تنبان كامل تيبان داكشي كامل اللي مور ظهري شي حاجه واعره بزاف. المهم الخوت هذه هي الكاميرا هذه هي شوف كي هذا هو تنصور غير بالتليفون دابا. المهم هذا الشيء اللي كنت بغيت نشري من شحال هذه اخوتي هاني الحمد لله استطعت باش نشريها جمعت شويه صريف شويه ها هنا الحمد لله خديناها. المهم الخوت شكرا لكم بزاف بقيتوا معايا حتى سالا الفيديو شكرا لكم بزاف. انا شوف كندير لكم تحدي هذا راه تحدي كل نهار تلوح فيديو جديد حيت ما بغيتكمش تقولوا ناصر علاش ما لحقتيش لينا فيديو جديد. كل نهار كنلوح لكم فيديو جديد غادي نستمر ان شاء الله بحول الله بهذا التحدي هذا كل نهار فيديو
حيت تتشجعوني بزاف لايكات ديالكم. شكرا لكم بزاف، راه بالفضل ديالكم انا غادي نستمر الان. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.